السلام عليكم الاخوة، احنا داخلين في حسيمة وغنوريكم داخل المدينة شوية، ندورو شوية وتابعونا الله يرزقكم الخير. نقول لكم راه الجو ديال الشتاء اليوم كيبان بحال الا غطيح الشتاء. ها الاوتيل اللي كيسميو اوتيل باسيليك، ولا كيسميتو باسيليك، هو باسيليك، ها هو مقابلنا. الاوتيل عاودوا له عاوتاني بني من جديد، صوبوا في الاول ودابا عاوتاني ريبوا عاودوا له بني من جديد كاي صوبوا فيه. هو الطريق اللي كيدير الكورنيش، كورنيش رمود.
البداية ديال كورنيش رمود. حنايا ما غنمشيوش مع غادي نطلعو الطلعة هادي. اصلا هذاك الطريق مقطوع من تحت لان كيصوبو فيه. واحد المنظر هنا زوين، شوفوا هذا. غادي ندخلو مدينة جهة أخرى. هما كيبنيو هنايا قلع العمارات، ولا ما عرفتش شنو غادي يديروا هنايا. هو داك اوتيل ميرا بلاس، اوتيل ميرا بلاس. شوف واحد المنطقة زوينة كيطلع للبحر. السوق اللي كيسميو السوق الثلاث ولا السوق الحاد، ولا انا كيحل يعني الحد والثلاث. هذا هو على اليسار، هذا هو السوق الثلاث. مع هاد الشارع هذا اللي كيدي المرجان وكيدخل المدينة. راه الحمد لله حسيمة كاتصاول كيصوبوها كلشي، كيسميتو حتى البنية القدام راه كيريبوهم وكيبناوهم من جديد. ها مرجان هنايا، مرجان يكون بعد ليسانس لي حداها. حنا دورنا شويه في المدينه، حنا غنطلعو لهاد الشارع هذا. هذا يلا صوبوه، كانوا كيخدمو فيه شحال هادي، دابا الحمد لله ها هو تصاوب ولا نقي ولا كيشعل تبارك الله. الحمد لله حسيمه راه ولات مزيانه صوبوها كلها، الله يجازيهم بخير. حنا غنهبطو على هاد الشارع هذا، شتي الحمد لله هاد الشارع هذا صوبو تبارك الله. حنا هابطين على هاد الشارع هذا،
كاين داك الملعب ديال الكرة هو هنا، وحنا ندخلو على هاد الشارع هدا ونخرجو ديريكت للساحة. هذه هي الساحة محمد السادس، هي غزالة ونقية كطلع على البحر. احنا غنطلعو لهاد الشارع، شارع عبد الكريم الخطابي. الحسيمة الحمد لله ولات نقية ودايما نقية صراحة، ولكن دابا في التالي صوبوها زادو نقاوة تبارك الله. هنا غادي ندور على هاد الشارع هذا، احنا نوليو نطلعو على هاد الشارع. هنا غنطلع هاد الشارع هو واحد لوطيل تبان هنا جديد، حنا ندورو معاه. هنا غنطلع هاد الشارع هدا، هدا هو الشارع اللي كيدي السوق تلات كما كيسميو، السوق تلات داخل المدينة. السلام عليكم، تابعونا وتشاركوا معنا في القناة، الله يجزاكم بالخير، والجرس ما تنساوش باش يوصلكم كل جديد.